يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وما هو الشيء الذي يدفع ميتة السوء؟ الصدقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وما هو البر؟ وما هو الإثم؟ البر هو حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وما هو أوسط أبواب الجنة؟ هو الوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وما هو أشد اللؤم؟ أن تعض اليد التي مدت لك. وما هي أكبر العيوب؟ هو أن تعيب ما فيك مثله. وما هي أنجح الأمور؟ ما أحاط به الكتمان. وما هو موطن كل مسلم؟ المساجد أفضل بقاع الله في الأرض. ومن هو شر الأمراء؟ من كان الهوى عليه أميرا. ومن هو الذي لا يطاع؟ من لا رأي له لا يطاع. وما هي أفضل شيم الكرام؟ صلة الأرحام. وما هو أحق منتظر وأقرب قادم؟ الموت. وما هو مهر الجنة؟ جهاد النفس والهوى،